أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة التخطيط الحالية في العراق عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر آذار بنسبة 0.7% والسنوي بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن الزيادة في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الأول 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لكون أغلب هذه السلع المحلية هي سلع مستوردة. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول أكثر من مليار سهم بقيمة مالية تجاوز 795 مليون دينار. وذكر السوق أن عدد الشركات المتداول أسهمها بلغ 33 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق، مبيناً أن عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الأوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغت 19 شركة. وأضاف السوق أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 1,160,000 سهم بقيمة مالية بلغت 795,808,000 دينار. ارتفعت بورصات دول الخليج العربي في تعاملات يوم أمس الأحد بشكل شبه جماعي، فيما هبطت بورصة الكويت فقط مع توالي الشركات المدرجة إعلان نتائج الأعمال عن الربع الأول لعام 2021. وارتفعت بورصة السعودية السوق الأكبر عربياً مع صعود مؤشرها الرئيس بنسبة 0.8%، فيما ارتفعت بورصة أبوظبي الإماراتية بنسبة 0.25%، حيث تصدر الارتفاعات سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 14.95%، بينما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.13%. انخفضت أو أعلنت الحكومة المصرية قانون إقرار موازنة العام المالي 2020-2022 بإجمالي إنفاق بلغ نحو تريليوني جنيه. وبحسب بيانات وزارة المالية فإن العجز الكلي للموازنات المالية الجديدة بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% بالعام المالي الحالي. وافقت إيطاليا على خطة تحصل بموجبها على أموال من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي لتنعش اقتصادها المتضرر بشدة بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأورد بيان حكومي إيطالي أن الحزمة المؤلفة من منح وقروض ستدفع نحو إعادة مسار الاقتصاد المحلي لطريق النمو من خلال ضخ السيولة لمعالجة مكامن الخلل، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 بنسبة 8.9%. انخفضت أسعار النفط عالمياً مع انتشار فيروس كورونا في الهند التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفض الخام الأمريكي لشهر حزيران إلى 61.85 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام برنت إلى 65.9 دولار. وتتعافى الولايات المتحدة والصين بقوة من الوباء، وهناك بعض العملات الإيجابية من أوروبا، لكن السوق يواجه رياحاً معاكسة من تفشي الفيروس في الهند، وقد يشكل ذلك مشكلة بالنسبة لتحالف أوبك بلس الذي وافق على البدء في إضافة المزيد من الإمدادات اعتباراً من آيار المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.